بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال في عقار جديد، أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام، مشاهدين الكرام. تفعل جرس اشتراك على القناة تشجيعا لنا ولكم جزيل الشكر. أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام. باش ما نطولش عليكم، غادي نعرض عليكم واحد طرف ديال الأرض، نسميه طرف، يعني 1000 متر فلاحية بعيدة تقريبا من الرباط بواحد 25 كيلومتر، 24 كيلومتر على العرجات. ملي كتشرح باش الإنسان باش يكون عنده واحد الوضع، ملي كتكون في العرجات كاين ستاسيون إفريقيا وكاين ديك مول الشواء اللي كيكونوا على اليمين، ما كتكون جاي من الرباط او مسلا. اما كتزيد تكمل الطريق غادي المكناس كتفوت وكتدخل على اليمين بحال اللي غادي للخميس، او كتدخل مع مول الشوا ديال العرجات وكتمشي على السجن رقم 1 والسجن رقم 2 وكتهبط لسوق الخميس اللي كان الاربع سابقا ودابا حاليا اللي كان سوق في الخميس مسلا وحولوه تمايا. الطرف ديال الارض اللي غتشوفوا الفيديو ديالو صورته البارح محفظ على الشيال جعل القدرون، ثم غتلاحظوا الفيديو باش نشرح القضية ديال الشياع. إخواني الكرام، الشياع هاد الطرف هاد 1000 متر فيها 11 هكتار، تيترمير فيه 11 هكتار. باش تشي واحد إخواني الكرام يزيد علينا على القانون، لأن القانون حنا ما عرفناش، كنسولو أساتذة الكرام كيزودونا بالمعلومات باش ما نغلطوش الناس. وكاين شي إخوان الله يهديهم كيكتبوا في الكومنتير هو ما عارفش ماشي يسول يهز التليفون ويعيط ولا يسول ولا لا، كيبغي يكتب كيغلط الناس، وهذا خطا، هذا ما خصوش يدار هادشي، هذا ما عارفش، اما سكت اما سول اما عيط وسول مزيان تعرف. ها قال لك رجل لا يريد ان يعلم ولا يعلم فجاهل فاجتنبوه، يعني وما يمكنش، لان كتغلط الناس وانت ما عارف والو، ما يمكنش. على كل حال اخوان الكرام، هاد الارض هذه فيه تيتر مير فيه 11 هكتار، والناس شارين رانيين شراو تما، كاين اللي شاري 2000، كاين اللي شاري 3000، كاين اللي شاري 4000، ودايرين فيلات ديالهم ودايرين مزارع ديالهم صغيره. هاد السيد هذا اللي بغى يبيع هاد 1000، ملي داروا القسمه في 11 هكتار طارت ليه هو جوج ديال الهكتارات، خرج منا كما غتلاحظوا دابا، خرج منا 1000 متر، خرج منا 1000 متر، هي هذه كتشوفوها، وهذا هو 1000 متر اللي خرج شد على القدرون. إذا كتبان لكم دابا حاليا شهادة إدارية كاينة، كتب عند النوطير وكيمشي يكتب عند النوطير، حيت الأرض مشاعة النوطير غادي يعطيه، أما غادي يجيبها مول الأرض غادي يجيب شهادة إدارية، أما غيعطيه الطلب النوطير كيكتب الطلب وكيمشي يجيب شهادة إدارية وكيدخل المحافظة بحالو بحال الناس. مسألة قانونية بلا ما تزيد معنا شي واحد في هاد الأمور الله يرضى عليكم، يعني مسألة معروفة، واللي بغى يعرف أكثر يتصل ويسول، راه دايرين الرقم ديال الهاتف، واللي كيكتب لي كومونتير راه ما كنجاوبوش إلا من رحم ربي، لأن علاش؟ لأن العقار فيه أسئلة كثيرة وفيه أجوبة كثيرة، راه مايمكنش تسول على عقار في كومونتير، ما يمكنش، لا يمكن، راه دايرين النمرة ديال التليفون، ما جاوبناش أو اعتذر عليه الاتصال يخلينا ميساج على الواتساب. واهلا وسهلا بكم اخواني الكرام، ثمن قابل للتفاوض مع صاحب العقار، انا ما كندخلش في الثمن، راه ما غنجي مع الشاري ما غنجي مع البايع، انا غنجي في الوسط فقط في اطار الاحترام والقانون. واهلا وسهلا بكم الى عقار اخر ان شاء الله بحول الله، نشوف الفيديو ونرجعوا للاخر ان شاء الله. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير. معكم جمال كالعادة، حنا كنتواجدوا حدا سوق الخميس ديال السهول. هاد 1000 متر اللي كتشوفوها إخواني الكرام شوكة عند الدخلة ديالها هي هذه، وهنا كاين طريق كما كتلاحظوا اللي غادي ثلاث غبال وغادي السهول، وكاين سوق الخميس حداها، كاين هاد 1000 متر كما كتلاحظوا إخواني الكرام. هي مسيجة وزاد شادة على القدرون كما كتلاحظوا، دايرة بالسكان. هاد 1000 متر إخوان الكرام محفظة، الوثائق ديالها هما هادو اللي عندي في يدي دابا حاليا،
جات بلاصه ممتازه غير من ناحيه الرخصه. الانسان خصو يسول على راسو واش ممكن ياخذ هو الرخصه ولا ياخذها مول الارض، لان كيبيع مول الارض الاصلي، يعني راه مولها الاصلي المالك الاصلي ديالها. اول مره كتبع هاد الالف مترو كما كتلاحظوا، سمحوا لي خدت لكم الصوره بالزربه شويه، والقدرون الطريق اللي جايه من سوق الخميس اللي كاين فوس معايا، كاين سوق الخميس وكاين البراج مولاي عبد الله كما كتلاحظوا اخواني الكرام، دايره بالسكان. الارض هي هذه 1000 متر، جات روعه روعه. ونفاس معها كما كتلاحظوا اللي طالعه اللي مسيجه الفوق كاينه 7000 متر اللي كتشوف على واحد البارونامي ديالها غزال، حتى هي مسيجه. العامل ديال الماء اخواني الكرام الماء موجود هنايا، يطلعوه على 30 40 متر الابار، وكاين الماء ديال لونيب، كاين ديال الدوله، كاين الماء وكاين الضوء طبعا. والانسان اللي بغى يدير الزياره ديالو لعين المكان اهلا وسهلا به ومرحبا به. الوثائق ديالها قانونيا ها هما شدهم في يدي كما كتلاحظوا. واهلا وسهلا بكم اخواني الكرام، نتمنى الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله يسخر الامور للجميع. خدت لكم فيديو شويه مزروب كنعتذر عليه، ولكن جا تقريبا انسان الرباط، وحنا واحد 20 كيلومتر لستة 25 كيلومتر من مدينه الرباط، جات على الطريق الوطنيه كما كتلاحظوا. الطريق الوطنيه طوبيس ديال سلا هو هذا، جبنا مع صدفه طوبيس اللي بغى يجي غير بخمسة دراهم من سلا الارض راه غادي يجي ليها، والرخصه غادي يحاول مولاها يجيبها ليه. الله يسر الامور للجميع، اهلا وسهلا بكم، نتمنى الله التيسير والتوفيق من كل واحد. هنا نودعكم وأقول لكم طبتم أينما كنتم، غفر الله لنا ولكم إلى عقر آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.